طلوع الشمس مغربها، تسجير البحار، انفطار السماء، تهاوي النجوم. اليوم اللي كالسنة في الدجال، ولاحظ انها ايام متوالية. يعني شو لاحظ؟ يوم هو 40 يوم، يوم كسنة، واليوم اللي بعده شهر. ما جلس 40 يوم كلها سنة ولا، يعني سبحان الله يدلك انه في حاجة ربما تصير فيه. وعلى كل حال يعني المقصود انه يعني سبحان الله العظيم، النصوص الكتاب والسنة مليئة ب يعني علوم تحتاج إلى من يتدبرها ثم يبحث ويرى هل يستطيع أن يتوصل إلى أو يثبت هذه الحقيقة أم لا بشكل وفق المنهج العلمي. إذا وصلنا للسؤال المهم، وماذا بعد؟ هذه النقطة المهمة يمكن ذكرتها في بداية المحاضرة، أني أنا الهدف من هو الموضوع، هدف منه أنه تعزيز الإيمان، الهدف الثاني هو التطبيق العملي، وهذا هو المهم، التطبيق العملي. لاحظت طول الوقت أنا أقول إيش اللي ممكن الواحد يسويه، إيش اللي ممكن، سواء أنا أو غيري أو الناس جميعا، وش اللي تقدر تسويه؟ اللي تقدر تسويه بسيط، أو بمعنى كل إنسان يقدر يسويه إذا رغب في ذلك. ما في أي تكليف، ما في أي جهد إضافي، هو بنفس الجهد وبما هو مطلوب منك أساسا كأي مسلم، فأنت مخاطب بكتاب الله سبحانه وتعالى. كمسلم أنت مخاطب. الإنسان لا يقول لا بس أنا مثلا ماني مطوع ولا كذا، ما له علاقة، أنت مسلم، فهذا كتاب الله للمسلم، وهو أمامك وهو لك، وكل خطاب فيه أنت موجه لك وموجه لغيرك حتى من غير المسلمين. فبالتالي هو أمامك وأنت مطالب بتدبره. الخطة هناك خطة عملية بسيطة للجميع، أن تقبل على كتاب الله كما أمرنا بالتلاوة والتدبر، وكذلك السنة المطهرة. هذا شيء أنت مأمور به أساسا، لم نضف شيئا جديدا. فإن مررنا على جملة أو مفردة تدعو إلى التأمل، وأنت تتدبر في كتاب الله كما أمرت، وصلت إلى مفردة كما بينا من الشواهد، وانت ماشي وقفت زي ما تسوي انت تقرأ في الأخبار. يعني للأسف احنا بنقرأ في الأخبار نركز، بنقرأ في القصص نركز صراحة يعني، لكن لما نقرأ في كتاب الله الواحد يقرأ يقول الحمد لله أنا خلصت مثلا الورد اللي علي ولا كذا، يشوف نفسه خلاص يعني أنه أدى اللي عليه، وأنه يعني هذا الشيء جيد فينا يعني. فإذا مررنا على جملة أو مفردة تدعو إلى التأمل، وقفنا وتأمل في المفردة هذه وش معناها. فإن أثارت دلالته، وهنا نقطة مهمة أساس ما أكلف الجميع فوق، فإن أثارت دلالته سواء يتعلق بمجال تخصصك، وإحنا كلنا ندرس هنا، جينا ندرس ولله الحمد يعني. فإذا المفردة هذه لا علاقة بتخصصك، ما أقول لك تنظر في كل التخصصات، لكن إذا لا علاقة بتخصصك، وهل مفردة أثارت عندك تساؤل وإلى ودعتك إلى مزيد من البحث، فابحث إيش اللي يمنعك. يعني أحمد الله سبحانه وتعالى عندك كنز ما حد داري عنه، يعني من غير المسلمين، سواء زي ما قلنا إما جاحد أو جاهل، أنت عندك كنز ما حد داري عنه، طيب استفد منه، إيش اللي يمنعك يعني. فابحث وفقا للمنهج العلمي، فلعلك تتوصل إلى نتيجة علمية جديدة وتسجل باسمك، أو تصحح نظرية قائمة خاطئة. أختم بمقولة تؤكد ما ذكرنا للدكتور زهور النجار، يقول تظل اللفظة القرآنية مهيمنة على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، وتظل دلالاتها تتسع مع الزمن ومع اتساع معرفة الإنسان في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير كلام الله سبحانه وتعالى. ألخص ما ذكرت باختصار، هي دعوة للالتفات لكلام الله وتدبر معانيه، هي دعوة لخير أمة أخرجت للناس أن تنهض كبقية الأمم. أنا لا أريد أن نكون أفضل الأمم، نبغى نكون مثل باقي الأمم، وأنتم تشاهدون الأمم في الجامعات وش يسوون، وتقدر تقارن نفسك. أنا ما أقول لك هم أذكى، الذكاء نسبي، وزي ما فيهم أذكياء فيهم أغبياء، وفينا أذكياء وفينا ما دون ذلك، ولكن ليش هم متحركين، ليش مشاركين، ليش وإحنا نحاول نكون إيش، نحاول نكون كفاف، لا لنا ولا علينا، خلص توكل الله، جيب الشهادة ومش، يعني لماذا يعني؟ وخصوصا إحنا تغربنا وقطعنا مئات أو آلاف كيلومترات،
وحقيقة يعني ميزانية ضخمة، وقت منك ضائع، وتكافح، يعني لابد يكون لك غرض وهدف من جيتك. يعني أنا ما أطالب بشيء مستحيل، ولكن ساعة لك وساعة عليك، يعني ساعة لك وساعة لربك. يقول صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني سبحان الله العظيم، آيات عظيمة وآيات كريمة، وهي دعوة عملية إلى الله بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة. ولا شك هذه حضرت هنا الروابط، طبعا ما تستغرب، لكن أرسلت على كل حال في الإعلان، وهذه مصادر البحث. وأشكركم على حضوركم وإنصاتكم، وأختم بقول الله سبحانه وتعالى، وأن نكون إن شاء الله من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من لديه حكمة وعقل، ومن هداه الله، فإنه إذا استمع كلاما أخذ بأحسنه. ما احنا قايلين كل الكلام حسن، وإن شاء الله يكون كل كلام حسن، وكلامنا كله حكاية عن كتاب الله. ولكن على كل حال، إنسان العاقل إذا استمع كلاما حسنا أن يأخذ به ويستفيد منه على قدر طاقته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.